السلام عليكم. تحت طلب ديال الاخوات اللي بغاو لاباط فويتي اليوم غادي نوجدوها بطريقه مبسطه، والنتيجه هي كتبان لكم، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو في العجين نص كيلو ديال الفورص، ونص كاس ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، معلقه صغيره ديال المليح، ربع كاس ديال الزيت والماء باش غادي نعجنو، والتوراق غادي نحتاجنا غير 200 غرام ديال الزبدة، زبدة مارغرين وتكون في التلاجة. نبداو على بركة الله. ديرو الزيت، نجمع العجين ديالنا عادي، ملي كنجمعو العجينة بحال هكا كنخليوها كنغطيوها ونخليوها تخمر واحد ثلث ساعة على حساب الجو، ومن بعد نرجعو باش نخدموها. هيا العجين بعد ما دازت واحد 10 دقائق غادي نخدموها شوية، نحيدو على داك الهواء. غادي نسرحوها بالمدرك على شكل طولي هكا مستطيل، ملي كنسرحوها هكا على شكل طولي هاد العرض هذا كناخذ الزبده وكنقطعوها بسكين اقتصادي. هكا الطريقه كتجي ساهله، احسن من نسرحوا الزبده بالمدلك وكنفرشوها بحال هكا في الجنب. هكا كتسرحي الزبدة على ثلثين ديال العجين، وكيبقى الثلث الاخر خاوي ما فيه والو، وكنبداو نطويو. كنخليو التنيات هنايا، ملي كنتنيو لاباط ديالنا كتكون بحال هكا، وكندوروها كيبقاو التنيات من هاد الجهة، كنسرحو بالمدلك.
ملي كتسرحي العجينة دابا غادي نطويوها الطوية الأولى، غادي نطويوها هكا نعقبو عليها الطرف الآخر ونعاودو نسرحو التاني. دائما التنية تبقاو من هاد الجوان. ملي كنسرحوها عاوتاني المرة الثالثة كنعاودو نطويوها. هذه دابا الطوية الثالثة، وكنسرحوها الا كان الجو مهم. كل جوج تسريحات، كل جوج توريقات تدخليها الثلاجة. هنا الجو شويه بارد ما غاديش ندخلها الثلاجه، تي تقدري تدخليها الثلاجه في كل جوج وريقات. هنا غادي نسرحها وديك الساعه نخدمها بشيبه بلا ما نحتاج ندخلها الثلاجه حيت عندي الجو شويه بارد، واصلا الزبده راه بارده مزيان، راه ما تحتاجش نعاود ندخلها ثاني الثلاجه. هادي دابا التسريحه الثالثه غادي نحبس عندها، كنسرحها على هذا القياس صافي. وغادي نخدمو البيتي بان ديالنا وحتى الكرواسه، غنديرو جوج ديال الاشكال. غادي نبداو في التقطيع. بالنسبه لليتور ديال لاباج فويتي ما تفوتيش 4 ديال الليتور من الاحسن باش يبقاو يبقى الفلتاج باين. كما كتشوفوا الفيتاج امسكي. نقطع على النص، ناخد الشوكولات سي
كنديروهم في لاطا اللي غتدخل الفران، وكندهنوهم صفر بيضة مع شوية ديال السنيدة. كنديرو شوية ديال السنيدة ولا العسل باش يعطينا ديك اللون محمر، كندهنوهم. نساوش راه مازال تابعهم الخمير، يخمروا واحد ثلث ساعة وعاد ندخلهم في الفران يكون سخون ونتلاقاو من بعد. تيبان ديالنا وجد معايا، غنقول لكم بالصحة وراحة مع اتاي هو هذاك نيت. نحلو شي وحيدة نشوفوها. بصحة وراحة وتسناوني في الحلقات الماجية. تمام.